لما الواقع يبدأ بحلم والحقيقة تكون بدايتها فكرة صغيرة. طوروها المتطوعين من مختلف أنحاء فلسطين لحتى تصير مجموعات شبابية. بالفترة الأخيرة صرنا نسمع عنهم كتير وشفنا أعدادهم تزايد وصار في عنا أكثر من مجموعة شبابية. كل مجموعة إلها هدف ورؤية وطريقة التعبير بتميزها عن غيرها. رح نبدأ المشوار من مدينة غزة. معتز الأعرج من كزدورة وسورة حب يعرفكم على المجموعة والنشاطات اللي بيقوموا فيها. كزدورة وسورة مجموعة فلسطينية شبابية مستقلة غير حزبية، كلنا فلسطينية. بدأت في الضفة الغربية قبل تقريبا سنة، جمعهم الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي، جمعهم الصداقات بين الشباب المصورين. أثناء الكزدورة أو خروج الكزدورة ما فيش بكون حدا ليدر، وفيش بتكون عفوية كأصدقاء بخرجون ليس لهدف مالي أو لهدف مادي بشكل عام. خروجهم هو لتوثيق فلسطين من رأس النقورة إلى أم الرشراش. خرجت أول مبادرات هي من الضفة الغربية وتكونت مجموعات كبيرة، بعدين انطلقت إلى غزة. كان في مجموعة كبيرة في غزة من شباب وصبايا، أغلبهم مصورين هواية مش صحفيين. توثيق الأماكن الأثرية، توثيق الأماكن الزراعية، توثيق الأماكن الجميلة، إظهار الصور الجميلة لقطاع غزة. لو لم نكن متطوعون لما أنجزنا أو لما وصلنا إليه يعني كمجموعة كزورة وصورة. ومن حملة امشي على الرصيف اللي قامت فيها مجموعة على الخير اجتمعنا، أحمد حبيب بتحدث عن مجموعته. خلينا نشوف إيش بيحكي لنا. احنا بنمتلك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي اسمها شو ما بدك من رام الله. من خلال هذه الصفحة صار يجينا مجموعة من الإعلانات على عدد المعجبين بالصفحة اللي كان عدد من أكبر الأعداد الموجودة في مدينة رام الله. حبينا نستغل أعداد عدد هذا الناس وننزل إعلانات للناس اللي بتحب تعلن عنا، ونستغل هذا التمويل كلياته لدعم الحملة على الخير اجتمعنا. نشاطاتنا هي بتستهدف أكثر من فئة من الناس. في البداية كنا أول نشاط كان لنا واستهدفنا في بيت المسنين اللي في مدينة البيرة، قمنا بتقديم الورود لهم ولعبنا معاهم. وبعدين كان في عندنا نشاط تاني استهدفنا فيه الأطفال الأيتام، قمنا بالنشاط مع إخواننا في الشرطة لهدول الأيتام بيوم ترفيهي كامل، واستهدفنا عمال النظافة في إحدى النشاطات إلنا كان اسمها رام الله جميلة رام الله نظيفة. لحد آخر نشاط قدرنا نقوم فيه كان معنا ما يقارب 120 متطوع، وكل هذا خلال شهر واحد. وبالإضافة إنه الأسرة نفسها بحد ذاتها هي بتكون داعم لأبناء إنه يعمل الأعمال التطوعية هاي. لأنه كل فلسطيني بينبض قلبه بحب القدس، فادي عميري من قلب المدينة المقدسة بيروينا بالتفصيل عن مجموعة نبض القدس. الفكرة اجت من مجموعة شباب اللي بدهم يوثقوا الحدث الموجود في القدس، الأماكن اللي عمالة تتغير كل يوم في القدس، التهويد اللي بيصير كل يوم، بدنا نوثقه لحتى نحاول نسجل إشي من الماضي، إشي عماله بتغير كل يوم وبضيع منا. نشاطاتنا فعليا جولات تعريف الناس، تعريف الشباب اللي ما بيعرف بلده، اللي ساكن في القدس بيعرف عن القدس اسمها بس ما بيعرف ولا إشي عنها. فإحنا بنعمل لهم جولات مجانية اللي بنطلع على أماكن وعلى مسارات داخل القدس للقرى المهجرة وبنعرفهم عليها. التطوع تنمية للإبداع وروح للتجديد. لبرنامج علي صوتك ربا أبو شمّة.